الحدث الأهم ليست المباراة، الحدث الأهم هو حضور سيدي ولي العهد، تشريف الرياضيين، تشريف لنا كرياضيين، حضوره تشريف ومشاهد اللقطات اللي فيها حضور لسيدي ولي العهد والتشريف وتسليم الكأس هي الأهم، هي الحدث الأهم اليوم. فعلا هو الحدث الأهم، تشريف سمو ولي العهد لهذه المباراة اللي يعطيها قيمة أكبر وتكريم لكل الرياضيين، مش تكريم فقط لنادي الهلال والفيحة والجماهير اللي حاضروا، ولكن وجوده وحرصه على التواجد مثل هذه المناسبة يدل على الحرص الحكومة في السعودية على الرياضة والتطور في الرياضة، وهذه الأشياء دائما تعطي قيمة مهمة كبيرة للاعبين اليوم يسلموا على سمو ولي العهد. فألف مبروك للرياضة السعودية اليوم بتشريف سمو ولي العهد. حسن، أول شيء اليوم نبارك أول شيء لنا إحنا كسعوديين ظهور وجه السعد في ليلة تكريم الرياضيين، وليس تكريم للهلال أو الفيحة، تكريمنا إحنا كرياضيين وتكريم جميع المواطنين. وجه السعد سمو الأمير محمد بن سلمان ملهمنا احنا، وظهوره بهذا الدائم علينا احنا كرياضيين شرف كبير لنا وشرف كبير للحضور. كابتن عبد الرزاق على الحضور. أبنقول مبروك للفيحة، مبروك حضور سمو ولي العهد، حضور وتشريف لكل الرياضيين، وهذا فخر واعتزاز معناه سواء كانوا سعوديين ولا عرب بصفة عامة، لأنه قاعد يعطي كثير للرياضة ويدعم كثير في الرياضة، وأقل شيء معناه يقدمه له هو معناها مباراة جميلة تكون تليق بمستوى كرة القدم السعودية بحضور سمو.